لحظة وقوع الانفجارين عند مداخل عين السكي في برج البياجنة، طوقت المنطقة أمنيا تطويقا مشددا، واستحدثت حواجز عدة من قبل الجيش والمواطنين عند كل المداخل المؤدية إلى الموقع. لاكتظاظ السكاني يعوق العمل الأمني والتأكد من خلوها من العبوات، كما أن بعض واجهات الأبنية مهددة بالسقوط. خسائر بشرية ومادية لا يمكن إحصاؤها حتى اللحظة، وعدد كبير من المفقودين يبحث عنهم زوهم. نحن صرنا من أي ساعة عم نبرم على المستشفى ما عم نلاقي. على مين عم تفتشوا؟ على حسن ناجي ناصر. ايه شو السبب بدك توجيهه؟ بدي وجهه انه بس حدا، اذا حدا بالمستشفى، حدا بيعرفنا، حدا شيء يعطينا خبر. فيك تحكي تعطينا تفاصيل عن الشاب؟ يعني اداؤه، انه الشاب كان ظاهر و عمره 24 سنه 25 سنه تقريبا، بس نحن بنناشد العالم اذا حدا شايفه وحدا بيعرفه. عدد من الناجين في حاله الصدمه وشهود عيان على ما حدث. طلع اول انفجار ركضت لانه ابني نازل نزلت الرسول جاي من شيء من شركه الكهرباء. وصلت اول هون على اول الفرن، في فرن مكي هون يا حرام بعده فاتح جديد هون. بس فتت لجوا طلع الانفجار، عم بتطلع جوا بالفرن لقيت في واحد من هون مقطع طاير من تحت، هذا حاط اللغم الانفجار. انت شفته؟ ايه انا شفته من هون. ايه شفته انا من تحت طاير من فوق ما اشبه شيء. بعد فيش ثلاث دقائق طلع الانفجار على حد الجامع على الزاويه لتجمعت العالم. شو عملت بهاللحظه انت؟ انا بعش فيني بدي اشوف شو بدي لما اطلع، طلعت المنظر غريب مش معقول. العالم صارت تموت بسياراتها. شو قاعد بالارض خمس دقائق مسطل بس مش عارف شو بدي احكي. شوف العالم فدا الحسين. انصدمت بطلت عارف شو. وين كنت انت؟ بعدني نازل عند اختي، كنت برسول الله اعظم ونازل على الباب في بحدود ال 30 اللي هو اللي انت مينيموم. في شباب كتير مفقودي هلا، في شباب كتير مفقودي هلا عم يفتشوا، في ناس على اخواتها ما عم بيلاقوها. اول شيء جاي من الشغل بكير وصلت على محلي، يعني عندي محل هون، وصلت على المحل طلع صوت كتير قوي، لفيت جيت ركض لهون. اول ما وصلت بيطلع انفجار تاني، فبقرب انا لشوف غير اصحابي، يعني بتاعتي انا شلت صاحبي يعني على الارض، يعني ما زالت يعني كرمال انه وقعت او صار انفجار او شيء. يعني كنا بنتمنى نوع شهداء كلنا، يعني انا شلت اربع شهداء بنات يعني حجابين وهيك، شلت ثلاثه راس على طريق المطار وفجاه سمعنا الصوت، فجاه نزلنا لقينا مجمعين العالم انه قالوا انه في واحد مفجر حاله. بس اللي يعني كل اكتريه اللي رايحين اللي صاير معهم كلهم اصحابنا اولاد المنطقه. فضل المفرق من المطفيك، يعني دقيقتين طلع انفجار هذا، يعني فرق دقيقتين. يعني حرام اللي صار، حرام. يعني انت واحد من الناجين هلا. ايوه البنايه اللي انفجرت. شو اسم البنايه؟ بنايه شماس. ايه. ونحن اللي عايشين فيها. ايه. البنايه كلها رابطي، خالاتي ولاد خالاتي، والحمد لله كلنا بخير وسلامه. كل البنايه بخير؟ الحمد لله كلنا بخير. وين كنتوا كلكم؟ كلنا كنا بالبنايه. نجيت بأجوبه. فيك تقلنا؟ جيت معه. وابنك كمان؟ جيت. كنتوا بالبيت؟ حد الانفجار. ايه. اللي ثانية بس. ايه. طلع بوجه الانفجار. انت ومين كنت؟ انت وابنك؟ الحمد لله على السلامة حبيبي. ما عليك ان شاء الله. شو بدك تقول يعني بعد هيدي اللحظة؟ ولا شيء. ما بقول شيء. على الرغم من المصيبة التي حلت بأهالي برج البياجنة في الضاحية الجنوبية، إلا أنهم يؤكدون أنهم مؤمنون بالله والشهادة ولا يهاب الإرهاب. من موقع الانفجار عين السكي في الضاحية الجنوبية، يمنى فواز، قناة الجديد.